هكلمكم النهارده عن فرص عمل فني الاشعه في المانيا. حاجه في شروط السفر: اللغه الالمانيه. في السفاره غالبا بيطلبوا حاجه اسمها بيتس فايد، يعني انت لو اخذت لغه المانيه مكثف شهر في المستوى، يعني هتوصل لبيتس فايد خلال 8 شهور ل 9 شهور. استماره طلب فيزا من السفاره دي بتطبع من موقع على الانترنت. الدبلوم بتاعك، الورقه بتاعتك، التخرج بتاعتك، الشهاده لو في معادله من المجلس الاعلى للجامعات، الكلام ده كله وتطلعه بالتقديرات، شهادة التقديرات وعدد ساعات الدراسية في كل مادة. فتبدأ من دلوقتي تترجم الورق ده، الأول تعمله في الخارجية تصدقه، وبعد كده توديه لمترجم تبع السفارة الألماني يترجمه لك، وبعد كده تاخد عليه ختم السفارة الألماني. الخبرة المهنية، لو عندك خبرة عند مركز أشعة تشخيصية، أشعة علاجية، نيوكليير ميديسن، تجيب لي ورق بالكلام ده كله، لأنه هيساعدك إنك تعادل الشهادة بتاعتك هنا في ألمانيا بسهولة، وهيساعدك برضو انك تعلي التعريفة الوظيفية بتاعتك. تبدأ من دلوقتي تكتب السي في بتاعك بالألماني، تشوف نماذج على الانترنت، الموقعين اللي جبت منهم الحاجات ديت اللي هم الموقعين الرسميين للسفر لألمانيا باللغة العربية. شروط السفر أهم حاجة، لما حد يخلص الورق اللي فات دوت بيروح للورق دوت للجهة المنوطة باستخراج التصريح العمل. غالبا الشهادة بتاعتنا بيبقى فيها نقص في عدد ساعات الأشعة العلاجية، اشترالين ترابيل، نقص 300 ساعة. لو حد مش شغال في علاج إشعاعي فهيكون عنده نقص غالبا، لكن لو أنتوا شغالين في علاج إشعاعي تجيب لي شهادة خبرة بالكلام ده، وشهادة الخبرة يكون مكتوب فيها عدد الساعات في الأسبوع اللي أنت اشتغلتها كام ساعة. لو حد ما اشتغلش نيوكليير ميديسن يحاول يعني يشتغل له 4 أسابيع 8 أسابيع في قسم طب نووي، فده برضه هيساعده انه يبدا شغل بسرعه. فانت لما بتيجي المانيا ويقول لك عندك نقص كذا ساعه في التشخيصيه او العلاجيه او النيوكليير ميديسين، لازم تتدرب فيهم الاول في المانيا قبل ما تشتغل، بحيث ان يطلع لك بعد كده يعمل لك امتحان شفوي بيقول لك اسئله سهله بالالماني. عشان كده لازم تبقى معاك لغه المانيه كويسه، وبعد الامتحان ما يخلص بيدي لك ورق ان انت مسموح لك تمارس المهنه في